سليم، هيوضح لنا ويعرفنا عن البيم كودز مش مهندس عمر مدير لمشاريع نمذجة المعلومات البناء بخبرة أكثر من عشر سنوات مساعد باحث بجامعة قطر مؤسس البيم أرابيا وكذلك محرر لقاموس البيم النسخة العربية البيم ديكشنري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده واضح؟ السلام عليكم صوتك واضح السلام عليكم صوتك واضح واضح يا باشمهندس تمام الله يكرمك شكرا وارك. آه تمام آه ان شاء الله النهارده هنتكلم على البيم كود تمام ايه هو البيم كود البيم كود هو ان احنا بنتفق كلنا مع بعض على نفس الاختصارات ونفس الرموز ونفس طريقه العمل والورك فلو والحاجات دي كلها فلو احنا شغالين في مشروع كبير وكل واحد شغال بطريقه تسميه وبطريقه حاجات هتحصل لغبطه كتير جدا فلازم من قبل ما نبدا المشروع بنبدا نتفق احنا هنشتغل ازاي كل واحد فينا بيلتزم بالكود دوت لو لو كل واحد شغال صح بس باسلوبه هتحصل مشاكل كتير قوي انما لو احنا متفقين على طريقه الشغل ده سهل علينا كتير يعتبر اول كود او اول قانون لتنظيم العمل القانون بتاع حمورابي ده كان موجود في العراق ودي اللوحة بتاعته كان بيقولك مثلا لو حد بنى بيت والبيت ده وقع اللي يحصل للراجل اللي بنى البيت وهكذا فده كان من ضمن اول اكواد فهو الكود بنحتاجه عشان ننظم الشغل وبالذات في المشاريع الكبيرة طيب مثلا مشروع مثلا في الامارات زي مدينة مصدر مدينة مصدر كان في عشرات الشركات شغالة وكلهم لازم يشتغلوا بنفس الكونسبت وكلهم لازم يشتغلوا بنفس الفكر ونفس الطريقة بدل ما تلاقي واحد مسمي تسمية والتاني مسمي تسمية ثانية فكان في ستاندرد موجود وحتى لو انت بعت شغل كله صح بس تسمية الملفات غلط يرفض لك الشغل يقولك لا الشغل ده ما ينفعش تمام مثلا المتحف المصري شركات كتيره كانت شغاله تحت اوراسكوم فكان لازم ننظم الشغل ما بقاش كل واحد بيتكلم بفكر يعني مثلا لو واحد شغال بكود البريطاني والتاني شغال بكود الامريكي وده شغال بكود المصري وهكذا هتلاقي ان كل واحد شغال بمزاجه هتلاقي ان الشغل كله فيه غلطات كتير قوي ومش قادرين ننسق مع بعض مش قادرين نخلي الشغل كله لوحه موسيقيه بيتعزف كله مع بعض لا هتلاقي كل واحد فيه اصوات نشاز بتحصل فعشان كده بنبدا نشوف موضوع الكود طيب من ضمن اشهر الاكواد اللي موجوده الاوبن بيم تمام ده تبع بيلدنج سمارت بيلدنج سمارت دي منظمه غير هادفه للربح المفروض ان الشركات اللي هي بتعمل سوفت وير للبيم اتحدت وقالت احنا نعمل دوت عشان نوجد لغه لغه مشتركه بينها ولما عملوا كده عملوا كود اسمه اوبن بيم وفي دول كتيره شغاله بيه ليه لان هو مفتوح ومش مش مش حد بيقولك لك لا ده بتاعي انا لا مفتوح للناس كلها انها تشتغل بيه معمول تبع بيلدينج سمارت انترناشونال شركه تكلا واوتوديسك وجرافي سوفت وهكذا شغالين فيه وبيطوروا فيه وبيستعينوا بيه يعني لما بيعمل برنامج بيعتمد الكود دوت لان هو مثلا ايه اللي يخليه يعتمد كود الدوله الفلانيه ويسيب الدوله الفلانيه لا هو بيقولك لك اوبن بيم دوت مفتوح للناس كلها ومن ضمن الحاجات اللي هي الاوبن ستاندرد في كذا حاجه عملتها البيلدنج سمارت زي الاي اف سي وده احنا قلنا ان هو بيبقى هيئه من الهيئات المشتركه بين البرامج يعني عندنا مثلا الريفت ار في تي برنامج تاني نفس وركس ان دبليو سي لو احنا عايزين نتبادل بنصدر كله اي اف سي الاركي مثلا ليه امتداد معين كل شركه لها امتداد فهو احنا بنتفق على الاي اف سي وعندنا ملف الكوبي ده خاص بالكونستراكشن اوبريشن بيلدنج انفورميشن اكشنج اللي هو ان انا اشغل المبنى الخاص بيه الفاسيلتي مانجمنت تمام وعندنا الجي بي اكس ام ال كل دي امتدادات عملتها بيلدنج سمارت عشان تسهل الشغل بين الشركات المختلفه طيب الكود البريطاني اللي هو البي اس اي لان بريطانيا كانت حاكمه دول كتيره جدا وفي دول كتيره تابعه ليها فانتشر كتير جدا نفس الكود ده موجود في استراليا تعديلات بسيطه جدا موجود في كندا موجود في دول كتيره جدا خدت الكود وبدات بس تتغير حاجات بسيطه جدا الفكره من الكود ان هو بينظم الشغل بين الفرق كلها بحيث يقول لك مثلا انت تعمل كذا وده هيعمل كذا ويقول لك التعريفات لما تسمع كلمه ايه اي ار او اي اي ار تفهم ايه المقصود مفيش كل واحد بيجتهد لا حاجات كلها ستاندرد شغلنا عليها تمام دي اهم الاكواد اللي احنا بنشتغل بيها البي اس 7000 البي اس 1992 2007 ده طبعا 2007 كان تركيزه كله على الكيد بعد كده صدر بقى الاصدار الثاني والثالث والرابع والخامس كل دول ركزوا على موضوع البيم وبداوا يكملوا بعض زي ما نشوف مع بعض دلوقتي دي اهم الاكواد اللي موجوده في مجال البيم في بريطانيا ولو انت خدتها واشتغلت بيها في اي مكان مفيش اي مشكله الا لو الدوله ليها كود خاص بيها يعني لو انت موجود في دوله والدوله ديت بتقول لك لا احنا شغالين بستاندرد معين او بكود معين خلاص انت لازم تستلزم تلتزم بالحاجه ديت لو انت شغال في مشروع والمشروع قال لك لا احنا هنشتغل بكود سنغافوري مثلا يبقى خلاص انت تلتزم بالحاجه الدوله عاملاها او المشروع معمول او شركه معموله فهي دي اكواد بتسهل لك الشغل لما احنا بنتفق مثلا بنقول احنا هنشتغل مثلا بطريقه التسميه الفلانيه تمام؟ يعني مثلا هنشوف مع بعض مثلا طريقة تسمية يقول لك ايه؟ أول حاجة لازم تكتب لي اسم المشروع وبعد كده اسم الشركة تمام؟ فأنت أول ما تشوف تعرف المشروع ده اسمه ايه؟ واسم الشركة ايه؟ وبعد كده يقول لك اكتب لي مثلا الزون لو في أكتر من زون، وبعد كده يقول لك مثلا اكتب لي اسم اللوحة ويقول لك في ستاندرد معين، أي حاجة في الأرض جي ار، ما فيش حاجة اسمها أنا هبدأ من أول دور يبقى 001، لا لازم تقول لي ان ده بيزمنت او بدروم أو, او 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 بحيث لو انا عايز ادور على الجراوند ما افتكر المبنى ده كام دور والجراوند رقم كام لا على طول الاقي الجراوند وافتحه فهو بينظم لي الشغل ويسهل عليا زائد ان هو بيعمل لي سبورت دوكومنتيشن اللي يعني سبورت دوكومنتيشن يعني بيقول لك انت عندك مشكله معينه بتتكرر كتير انا هوجد لك وثائق تحل لك المشكله ديت تمام يعني في حاجه اسمها بيمكشن بلان بيمكشن بلان دي طريقه اللي اتكلمنا عنها قبل كده ان احنا بننسق الشغل بيننا وبين بعض بين المالك وبين الاستشاري وبين المقاول ونتفق على خطه العمل. طيب دي دي بيديها لك جاهزه مجرد ان انت بتبدا تملاها وتظبطها وتضيف وتضبط عليها وهكذا. في بيديك مثلا حاجه اسمها يقول لك ايه عندك سبلاير، عندك كذا سبلاير وانت عايز تتعامل معاهم هتتعامل معاهم ازاي؟ هتاخد مرمي المواعيد ازاي؟ هتختار اصلا السبلاير او السب كونتراكت او السب كونسلطنت ازاي؟ يعني لو سمحت لو اي حد لقى مصطلح غريب او غلط او مش واضح يوقفني ويقول لي ايه دوت على اساس ايه؟ آه، نشرحه بالتفصيل يعني بعد اذنكم تمام؟ اي اتفضل الـ 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 الاستماره اللي قبل دي على طول هي بس زي خطوات كده لحل مشاكل اللي بتواجهنا مع العملاء والموردين اللي هو سبورت اه <applause> سبورت دوكومنتيشن هو بيديك بعض الوثائق اللي يقول لك ايه انت انت بتحتاجها في شغلك فانا بوفر لك بعض النماذج بحيث ان انت تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت تركز عليها يعني على سبيل المثال مثلا انت دلوقتي عندك كذا سبلاير او عندك كذا واحد عايز ياخد منك دي تختار بينهم ازاي؟ هل تختار بالسعر بس ولا في عوامل تانية للاختيار؟ يبدا يديك بعض الحاجات ممكن ما تكونش تاخد بالك منها انت بتقول مثلا ايه انا اختار بناء على السعر يقول لك لا في عوامل تانية غير السعر اللي هي مثلا هل هو عمل مشاريع مشابهه لدي ولا لا يعني انت عندك مشروع مستشفى تمام فهو يقول لك ايه اختار الراجل اللي هو عمل ثلاث مشاريع مستشفى اختار الراجل مثلا اللي, اللي عنده مثلا بيم مثلا او عندي يعني بيبدا يحط لك بعض الحاجات يجي خمس ست نقط كده تبدا تختار منها الشخص دوت وهكذا فهو بيديك بعض الوصايا يعني انت دي حاجه مثلا ايه وثائق قانونيه جاهزه بتبدا تخلي بالك ان في بعض النقط مثلا تركز عليها بعض النقط ممكن تشيلها هو مش بيلزمك بيها بس هو بيقول لك ابدا اختار على سبيل المثال مثلا انت عايز تعرف الموديل ده كويس ولا غلط طب هعرفه منين بيقول لك اتاكد مثلا من الاسم اتاكد من الالوان اتاكد من اه ان ما فيش كلاشات اتاكد بيحط لك مثلا 20 نقطه انت تبدا تقول صح غلط صح غلط فتلاقي العمليه اللي انت المفروض تعملها خلصت تمام تمام حضرتك زي تشيك ليست كده زي تشيك ليست اه او مثلا عقد بتشتري جاهز فاضي وتبدا انت تكتب المعلومات اللي انت عايزها تمام طيب الكود اللي هو البي اس 1192 2007 ده كان آه مهم جدا في الكيد ما كان ما يعني كان يعني حتى في دول كتيره في, في الوطن العربي واخداه ستاندرد ليها في الشغل بتاعها بس هو ده ما كانش فيه بيم يعني كان كل التركيز فيه على الكيد على الليارات وعلى الشغل والحاجات دي بس طريقه الشغل نفسها في جزء منها كبير اتنقل للبي اس 1192 الجزء الثاني اللي هو صدر في 2013 ده بينظم لي المعلومات ويقول لي مراحل الشغل يعني مثلا ايه المهم في مرحله التصميم ايه المهم في مرحله التنفيذ ايه المهم في مرحله التشغيل فهو كود من الاكواد المهمه وخدت منه بعض الصور عشان نشرحها ان شاء الله النهارده بالتفصيل فهو ده بيشتغل على الستاندرد بتاع الصناعه بيقول لك لازم تلتزم بالحاجات ديت بيقول لك لازم تعمل حاجه اسمها امبلوير انفورميشن ريكويرمنت يعني ايه امبلويير انفورميشن ريكويرمنت مثلا هنفترض ان واحد فيكم هو صاحب مشروع فممكن حد فيكم يتطوع ان هو يكون صاحب مشروع؟ اي حد؟ تمام يا حضرتك ماشي يا باشمهندس عمرو بص يا سيدي فاضل دلوقتي انت صاحب المشروع وانا بتاع اللي هعمل لك البيم فانت عايز ايه مني؟ هبدا بسألك اسالك بعض الاسئله اقول لك مثلا انا عايز اعرف ايه اللي مطلوب مني بالظبط على اساس لما اعمله تقول لي انت خلاص خلصت المشروع وخد كل فلوسك اهيت على اساس ما تحصلش مشاكل فبقول لك مثلا طيب انت انت عايز تمام. مثلا اعمل لك اعمل لك استدامه ولا لا تمام فانت تقول لي اه او لا طب قول لي نوعيه المشروع اللي انت عايزه هل انت عايزه سكني هل انت عايزه كذا بحيث ان ما يحصلش ان انا اكون فاهم غلط وبعد فتره آه نضطر ان احنا نعدل فاقول لك لا يعني اديني كل المعلومات اللي انت عايزها طيب البرامج اللي هنستخدمها هل انت عايز برامج اصليه ولا مش اصليه خلي بالك لو انت عايز برامج اصليه هتدفع اكتر لو انت مش عايز برامج اصليه فاحنا كده شغالين آه غير قانوني تمام طيب انت عايز الناس تبقى موجود معاك في الموقع ولا عايز الناس في عندي في الموقع بتاعي براحتي؟ تمام؟ فانت لو انا بعت لك الموقع هتدفع فلوس اكتر بس هتكون ضامن ان الناس معاك تمام؟ ايوه وهكذا هل انت عايزني ادرب الناس بتوعك ولا لا؟ ايه رايك؟ تمام تمام؟ التدريب عليه فلوس فاحنا بنبدا نتفق ايه اللي هيتعمل بالظبط؟ تمام؟ ومستوى التفاصيل برضو اللي انا عايزها في مستوى التفاصيل اللي انا رايك مظبوط، ايه اللي في اللي انت عايز توصل له؟ ايه الحاجه يعني انا عايز ايه ما يبقاش انت في تخيلك تصور وانا في تخيله تصور تاني وبعد كده نختلف تماما تمام يعني احنا اتفقنا على الفلوس الفلوس مثلا قلنا آه مثلا مئة ألف مثلا تمام بس انت متصور ان انت تاخد الشغل مثلا ال ودي 400 وانا متصور لا ان انا هدرك 250 ال ودي او 300 ال ودي فيحصل اختلاف انت تقول لي لا طبعاً. انت جايب اجهزه كلام انا عايز كل الاجهزه مثلا ورك ستيشن وده كان موجود في عقد من العود ان كل الاجهزه تكون ستيشن وكل البرامج اصليه تمام واطلب الفلوس اللي انت عايزها بس لازم الحاجات دي كلها تحصل تمام طيب بعد ما عملنا الاي اي ار وفهمنا الراجل عايز ايه هشوف بقى اعمل عقد كده اللي هو البيم اكشن بلان يكون حاجه مبدئيه لو اتفقنا عليه واحنا الاثنين راضيين بيه ومثلا في شويه تعديلات عملناها بعمل بوست كونتراكت بيم اكشن بلان يعني عقد اخر في تفصيل اكتر تمام وبعد كده بعمل كومان داتا انفيرومنت يعني ايه كومان داتا انفيرومنت هنشوفها مع بعض دلوقتي هي عباره عن تنظيم للشغل بيبقى مثلا في فولدر فيه الشغل وفي فولدر بشير الشغل ده مع ناس تانية وفي فولدر بيبقى فيه زي اركايف يعني نسخ محفوظه زي الارشيف بتاعنا بحيث لو حد عايز يعرف الحاجه وصلت ازاي فهو بيقول لك اهم حاجات هتركز عليها الاي اي ار البي اي بي الماستر انفورميشن ديليفري بلان دي مقصود بيها جدول بكل الحاجات اللي هنسلمها اقول له مثلا في شهر كذا هسلمك كذا في شهر كذا هسلمك كذا وكل مع كل تسليمه بنبدا نشوف هل انت موافق على الشغل ده ولا عايز ابديت يعني قدامك ثلاث حلول يا اما موافق عليها نكمل يا اما موافق عندك كومنتات فلازم اعملها يا اما تقول لي لا انت الشغل بتاعك وحش اخرج من المشروع فدي بتبقى في كل مرحله من المراحل تمام وبيبقى عندي كده ال هنا ال ال دي ليفل او ليفل اوف ديفلوبمنت تطوير المشروع وبعد كده عندنا الجزء الثالث دوت ده بدا يدخل في مرحله الاوبريشن اللي هو مرحله التشغيل مرحله اداره الاصول بتاعه المبنى ده طبعا من الاكواد المهمه جدا لان اغلب الجامعات مش بتدرس النقطه ديت فبيبقى لك ميزه حلوه قوي والناس ومطلوب جدا موضوع ال مرحله الاوبريشن، مطلوب واحد يدير المبنى بعد ما يكون هو خلص. تمام؟ دي مثلا من ضمن الحاجات اللي هي مهمه قوي اللي هو موضوع الاكستشن بلان اللي احنا اتكلمنا عنه لان لازم يكون محطوط بالتفصيل. اه. في بعض الاكواد اللي بتساعد في تنظيم الشغل. تمام؟ طيب، حصل بعد كده ان هم قال لك احنا هنخش في الايزو الايزو 19650 حتى الان صدر منه جزئين الجزء الاول والثاني الجزء الاول من الايزو 19650 كوبي بيست من الكود البريطاني اللي هو احنا اتكلمنا عنه خدوه وحطوه عدلوا بس بعض الصور وبعض الحاجات وكذلك الكود الرقم اثنين يعني هو خدوا نفس رقم واحد واثنين وعملوا واحد واثنين برضو بس سموه ايزو 19650 دي طبعا الايزو معروف ان هو يعني كود عالمي وموجود في سويسرا وكل شركه بتقول لك احنا عايزين نقول ان احنا شغالين بالايزو فهو الراجل بيجي يقعد معاك ويتاكد انت شغال بالايزو الراجل بيجي مثلا يقول لك طب وريني مثلا طريقه تنظيم الملفات طب وريني الايميلات اللي انت بتعملها لو اكتشف ان انت بتبعت الملفات من خلال الايميل بيعتبرها غلطه لا يقول لك لا لازم تبعتها من خلال كومن environment document يعني سي دي اي اللي ان انت منظم الشغل بتاعك فهو بيشوف ان انت منظم الحاجات ولا لا وبعد كده يديك شهاده الايزو بيثبت لك ان الشركه دي شغل بتاعها منظم وكويس. طيب من ضمن الاكواد اللي كويسه جدا الكود السنغافوري يعني حتى لو انت بتشتغل بيه و... ايوه هو الكومن انفيرمنت دي زي البنت 360 كده هو من اه هو يعتبر من ضمن الحاجات البيم 360 تيم تيم ده اللي هو بينظم شغل بين الفريق لان في كومنت ده مجرد بس بيوريك انما الفكره كلها احنا عايزين نعمل سينك بينا وبين بعض عايزين آه لما المعمار يعمل شغل الانشاء يشوفه تمام ففي العادي احنا بنعمله على السيرفر عادي بس لما يكون في ناس آه. شغاله في اكتر من دوله بنعمله ببيم 360 او بنعمله باكتر من سوفت وير تاني تمام <applause> طيب الكود السنافوري فيه ميزه حلوه قوي مش موجوده في بيت الاكواد ان هو بيحط زي يعني لك زي جايد لاين ازاي تشتغل يعني يقول لك المعماري يعمل كذا واللي شيء يعمل كذا والميكانيكي يعمل كذا وعامل كود لكل واحد فيهم وعامل كود للكونسلتنت وعامل كود لل او نول جايد خلاها نول جايد مش مش كود لان كود بيبقى فيه نوع من انواع الالزام شويه بس الجايد مجرد ارشادات فهو حتى كاتبها جايد تمام في مصر صدر كود وده هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا لان لو بقى اجباري فاحنا كلنا هنشتغل بيه مش هنشتغل باي كود تاني غير الكود المصري وهو حتى الان مش اجباري مش معنى كلمه كود اللي مكتوبه على الغلاف ان هو يكون اجباري لا لازم يصدر ورقه تقول يا اخوانا مش هنستلم اي مشروع غير لما يكون معمول بالكود المصري فده ده فكره ان هو لسه حتى الان ما صدرش قرار اجباري لو بقى اجباري السوق بتاع البيم هيضرب جامد يعني هتلاقي كله لازم يعمل كل المشروع بيم الناس كلها بتوظف الناس بيم فهتبقى في فرصه حلوه جدا حتى الان هو في يعني هو كبير طبعا في دول كثيره في اوروبا وفي امريكا وفي كل الدول بس حتى الان في الوطن العربي اجباري في دبي بس وبيدرس في بيت الاماكن يعني بيدرس في قطر ان هو يكون اجباري قطر هنا المشاريع الضخمه الكبيره ما ينفعش تقدم عليها غير لو انت التزمت ان انت تسلم بيم في الاخر تمام فاصبح البيم ان... اصلا يا باشمهندس نعم عشان الرخصه اصلا هو هو مش عشان الرخصه الرخصه دي في الامارات لان هو اجباري من الدوله انما في, في قطر بيقول لك انت مثلا خدت المشروع دوت هتلتزم معايا ان انت تعمله تديني موديل بيم في الاخر عشان موضوع الفاسيلتي مانجمنت وان انا اعرف ادير المبنى وان انا لو اي معلومه اقدر احصل عليها بسهوله والبيم بيخليني اتاكد ان المشروع هيتم في الوقت المناسب وبالتكلفه المناسبه فهو بيشترط عليك كده تمام طيب لو انت خدت المشروع والتزمت وما سلمتش بيم يخصم منك مبلغ كبير جدا من الفلوس تمام يعني هتطلع من غير مكسب فلذلك مش يعني. حاليا في قطر كل المشاريع الحكوميه بالشكل دوت كل المشاريع الكبيره مثلا مشروع الفيفا مثلا كله كل السادات بيم ويشترط على الناس اللي تحتيهم يعني هو خد المشروع ويقول له كل الناس اللي هي السب كونسلت سب كونستراكشن لازم تعمل لي الجزء بتاعك بيم يعني انت الشركه بتاعت السنسرات تعمل لي تجيب لي الموديل بم الشركه بتاعت السلالم تجيب لي الجزء بتاعها بيم واحنا نحطه في قلب تمام الموديل. تمام. تمام؟ طيب بالنسبه لامريكا امريكا يعني ما فيهوش المركزيه فكل مكان عامل كود. الـ اي اي عامل كود لنفسه في البم، الجي اس اي جنرال سيرفيس ادمنستريشن عامل نفسه كود بس الكود ده مركز اكتر على موضوع الفاسيلتي مانجمنت ومركز مثلا على 3 دي ليزر سكاننج فبيغطي اجزاء مش موجود في بقيه الاكواد فعشان كده ذكرناه تمام في امريكا هتلاقي اي جي سي برده عامله برده كود خاص بيها تمام الان اي بي اس برده عامل كود خاص بيه حتى ال الجيش الامريكي عامل نفسه كود تمام طيب الهونج كونج عامل كود الكود ده طبعته قريته تقريبا قريب قوي من الكود البريطاني يعني هم خدوا الكود البريطاني وعدلوا بس بعض الحاجات اللي تناسبهم حتى جامعات في جامعات كتير قالت لك احنا هنعمل كود خاص بينا وحاطين فيه طريقه البنك بلان وطريقه الشغل وهكذا دي الجامعات اللي هي يا باشمهندس بتشتغل اصلا في مشاريع؟ اه يعني في هي نعم. مثلا بيقول لك ايه الجامعه بتاعتنا فيها مباني كتيره اي حد هيبني عندنا لازم يعمل كود يعني هنا مثلا قطر قطر يونيفرستي عامله كود خاص بيها اللي هيشتغل في المشاريع بتاعتها لازم يلتزم بيها وحطاه اونلاين اللي عايز عايز ياخده ويطور فيه ويعدل فيه مفيش مشكله يعني هو الكود مم. مثلا ال بتاع الجامعات الامريكيه بتلاقي فيه افكار حلوه فبنبدا ناخدها تمام يعني بنلاقي فيه بعض الافكار اللي ممكن تدينا اضافات <applause> حتى لما مفيش كود في الوطن العربي غير مصر تمام استراليا ونيوزيلندا متاخد كوبي بيست من الكود البريطاني وفي بعض الاكواد بتقول لك ايه آه لو انت هتشتغل ببرنامج الريفت هت اعذر مش ايه الخطوات اللي تعملها عشان تلتزم بكود يعني يقول لك خش مثلا على كذا اعمل كذا لو انت شغال ببرنامج الاركيكات بيديك بعض الادوات اللي تساعدك في البرنامج بتاعك تمام زي كود البريطاني عامل حاجه زي كده الاسترالي عامل حاجه زي كده فهو بيبقى كويس ان انت تاخد كود طيب في حاجه اسمها الاي اي 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 202 ده كام ورقه كده ببروتوكول بيبقى زي عقد يعني مش هو بيمكشن لا عقد يقول لك ايه لو حصل مشكله هنعمل ايه طب مين المسؤول مجرد ان انت تملاه كده بتضمن ان يحصلش مشاكل لان مثلا بتحصل مشاكل يقول لك ايه انا ملزم ان انا اديك الكاد والبي دي اف بس مش هديك الملف الاصلي مش الملف بتاع البيم مش ملف الريفت، ده ليه سعر، يعني انت مثلا اتفقت معاه على المشروع ده 100,000، عمل لك هو الشغل وخلصولك لك كاد وبي دي اف، تقول له طب ما انت الموديل مش هتستخدمه، يقول لك لا ده ليه سعر لوحده، ده انا عايز منه 150، 150,000، تمام؟ وفي شركات كتيره جدا في الوطن العربي بتعمل كده. يعمل شغله كله ريفت ويقول لك انا في العقد انا مش مش عليك ريفت انت قايل لي اعمل شغل وانا عملته وبعته لك فمش لازم ريفت احنا حتى في بيم اريبي عملنا ستاندرد للشغل البيم وستاندرد للريفت وستاندرد للبيم شامبلين تمام طيب لو احنا جينا بقى نتكلم على الاي اي ار اللي هو متطلبات المالك فبنبدا نحط بقى كده المالك عايز ايه بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها تمام طيب وايه الحاجات اللي هو ملزم بيها تمام يعني هو ملزم مثلا يقول لنا حاجات بتفصيل معينه ملزم ان هو كذا فبنبدا نشوف ايه الحاجات اللي مطلوبه مننا مثلا اجهزه معينه عايز تدريب معين عايز مواعيد تسليم معينه مثلا في مره من المرات كان الاي اي ار حط شرط كده ان هو يشوف الموديل في اي لحظه يعني ما ما يعني عايز موقع على النت اونلاين اول ما احب ادخل الاقي الموديل بتاعي فعملناها له لقينا موقع حلو كان اسمه بيمتراك حطينا عليه الشغل طيب الكومان داتا انفايرمنت ده كان موجود في 2007 وبتطور او ضاف عليه بعض الحاجات في البي اس 2092 الجزء الثاني والجزء الثالث هو عباره عن ايه هو عباره عن ان انا بعمل فولدرات نيو فولدر نيو فولدر نيو فولدر نيو فولدر يعني تمام ف... يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا تقول له نيو فولدر وتسمي ده ورك ان تمام ورك ان وهتعمل واحد تاني تسميه بابلش واحد تاني اسمه شيرد وواحد تاني اسمه آه اركايف تمام طيب الاربعه دول بتعمل فيهم ايه انا آه معرفش اللي مسميش ورك تمام اه هو تقريبا الجزء طيب خلينا اعمل واحد تاني هسميه شيرد طيب فين الوركم بروجرس او شيرد ورك ان بروجرس الورك ان دوت هيبقى فيه ملفات الشغل بتاعي هبدا احط الملفات اللي انا هشتغل عليها تمام طيب انا مش عايز حد ي... انا لسه شغال في المعماري ولسه مخلص شغل مش عايز حد يشوف شغلي غير لما اخلصه ليه ممكن انا اكون لسه بفكر لسه بعمل محاذاه لسه بغير الشغل بتاعي الشغل بتاعي لسه ما فانا بقول انا هعمل الشغل بتاع الورك ان اللي يشوفه بس شغل المعماري يشوفه المعماري بس شغل الانشائي الانشائي بس اللي يشوفه ولما اخلص هاخد كوبي من الشغل بتاعي واحطه في الشرد الشرد مسحوب لينك في المعماري والانشائي والكهروميكانيكال هيبان اكتر مع الخرائط اللي جايه ان شاء الله تمام اهو يعني الورك ان بروجرس ده برايفت مفيش حد بيشوفه غير المعماري او الانشائي او الكهروميكانيكال كل واحد بيشوف شغل والمعماري بياخد كوبي من الشغل بتاعه لما بيخلص يحطه في الشرد والانشائي بيحطه في الشرد والكهروميكانيكال بيحطه في الشرد ونبدا نسحب لينكات ونبقى شايفين الشغل الموجود في الشرد تمام دي دي الفكره طيب وبعد كده لما بخلص شغل في الشيرت خلصنا الشغل والشغل بتاعنا سليم كل حاجه وزي الفل خلاص عايزين بقى نبعته لحد بره بنحطه في فولدر اسمه ببلش طيب لما خلاص كل شهر بقى باخد كوبي من الشغل واحطه في الاركايف ليه على اساس يبقى هيستوري يبقى في الشهر ده كنا عملنا كذا في الشهر ده كذا عملنا كذا عشان لما حد يجي ويلاقي حاجه عجيبه تمام يرجع للاركايف يبدا يفهم تاريخ المشروع فانا بيبقى عندي هنا ال 2007 اللي هو المربع ده بس تمام بعد كده في ال 1992 الجزء الثاني والثالث حطوا دي كلها تمام هنا بيقول لي ايه انت هتشتغل في ورك بروجرس وبعد كده لما الشغل يكون كويس هتبدا تاخد منه كوبي تحطه في الشيرت طيب لو متوافق عليه هتحطه في الببلش ببلش ده معناها يروح للناس كلها يروح للكلاينت ويروح للناس الشركات اللي حوالينا وحاجات زي كده طيب إيه لو عدى شهر باخد كوبي من حاجه احطها في ابروفد تمام الجزء ده خاص بأثناء ما احنا شغالين في الكونستراكشن الجزء ده خاص بالاوبريشن يعني يعني ده الاسنان ما بخلص المشروع خلص فببدا اعمل نفس الفكره ديت بعمل الاربع فولدرات زي ما هما وببدا اعمل الشغل كله في الورك ان بروجريس واحط الشغل هنا في الشيرت ولما يخلص ويتوافق عليه ابدا احطه في الببلش دي الفكره من الكود دي برضو هتوضح لنا اكتر دي موجوده في الكود بي اس 1990 الجزء الثاني اللي هو ان الاستراكشر هنا تمام ده موجود كده في الورك بروجرس مشغلين عليه تمام لما بخلص شغل بحط كوبي منه هنا في الشيرد بحيث ان الشيرد ده يبدا الاركتكشر يسحبه ويبدا الام بي يسحبه فيبداوا يشوفوا الشغل معاه بيبقى ساحبه لينك الام بي موديل اللي انا شغال عليه في الورك بروجرس ما يقدرش يشوف الاستراكشر ورك بروجرس بيشوف الملف اللي موجود على الشيرد ده دي الفكره ورك ان بروجريس بيبقى فيه بيم وشيرد بيبقى فيه كاد وبيم الببلش ده الحاجات اللي هي هنبعتها لشركات تانية الاركايف دي تواريخ الشغل اه ازاي آه آه بيسحب لينك طيب خلونا نشرح حته كده ريفت تمام طيب بيسحب لينك ازاي ان انا باجي هنا من قائمه انسيرت وبقول له لينك ريفت وببدا اشوف ملف الريفت بتاعي بختاره واقول له اسحبوا لي مثلا انترنال اوريجين تو انترنال اوريجين خلاص كده انا سحبت الملف لينك لما هاجي اسحب هسحب من الفولدر بتاع الشيرد يعني المفروض الاي تي منع على اي اخطاء يمنع ان انا كمعماري اشوف شغل الورك ان بروجرس اللي او الورك ان بروجرس اللي ام بي لا انا اشوف بس كمعماري اشوف المعماري اللي اشوف اللي وهكذا طيب هنا الورك في بعض البرامج اللي بتعمل لي الموضوع ده اوتوماتيك يعني بيعمل ايه اوتوماتيك؟ يعني هو بيعمل لي الاربع فولدرات ويقول لي اوتوماتيك هيجي لك زرار مثلا تدوس عليه ينقل لي الملف ده كوبي من هنا لهنا وممكن اعملها اوتوماتيك يعني اقول له كل اسبوع ينقل الملف ده من دل ده بس افضل ان هو ما يتعملش اوتوماتيك افضل ان هو يبقى ماشي بخطوات يبقى في شخص معين مسؤول ان هو يراجع الشغل على الورك ان ولما يتاكد ان هو سليم يبدا ياخده من المكان ده يحطه في المكان ده ليه؟ لأن ممكن يكون في حد لسه بيشتغل، في حد مثلا إيه لقى المطبخ غلط فبيعمل روتيت للحيطة، وهو بيعمل روتيت أنت خدت الشغل، فوديته هناك فالإبن بيشتغل عليه وفي الآخر يكتشف إن الشغل مش خلصان أو لسه كان حد بيشتغل فيه، فمنع الأخطاء بنعمل السيستم دوت تمام؟ هنا بيبدأ يحط يقول لك مثلا إيه الشخص ده ادمن من حقه ان هو مثلا يعمل اركايف من حقه انه يعمل كذا الدوكمنت كنترول من حقه انه يعمل كذا كل واحد من حقه مثلا ان هو يعمل كرييت او ديليت او موديفاي فبنحدد صلاحيات كل شخص في البرامج دي البرامج دي بتبقى مسؤوله انها تسهل عليك الشغل واغلب الناس بتشتغل بالطريقه التقليديه او بميم 360 تمام طيب عندي حاجه اسمها بيم انفورميشن سايكل يعني ايه؟ يعني بيقول لي اول ما بيبدا المشروع لازم تعمل اي طيب اي ار تمام وبعد كده بعد ما تعمل الاي اي ار بنعمل البيمكشن بلان بناء على الاي اي ار المفروض كل المعلومات اللي في الاي اي ار تتحط وتتنسق في البيمكشن بلان وبعد كده بنعمل حاجه اسمها ام اي دي بي اللي هي الماستر ام اي دي بي ماستر انفورميشن ديليفربل بلان بتبدا تنظم الشغل بحيث تتفق معاه على تواريخ وفي كل مرحله من المراحل بقول له اهو الشغل يعني مثلا ده في مرحله الديزاين ببدا ابعت له لوحه ديزاين فهو يبدا يقول لي ايه اه ماشي كمل شغل او يقول لي لا وقف الشغل في حاجه مش مظبوطه لحد ما نوصل لهنا الهاند اوفر ان المشروع خلص خلاص الكونستراكشن خلص فبيبدا بقى موضوع الاوبريشن وموضوع التشغيل تمام دي نفس اللوحه اه طيب وانا بعمل اي ار بخلي بالي من ان في حاجتين فوق الاي اي ار اللي هو الاي اي ار والاو اي ار ايه الثلاثه دول الاو اي ار اللي هو القوانين بتاعه البلد اورجنازيشن انفورميشن ريكويرمنت او متطلبات المنظمه او متطلبات مثلا الدفاع المدني الحاجات الاساسيه ما ينفعش أخالفها يعني ممكن نكون ايه متطلبات المدينه ان ما فيش مبنى يزيد عن أربعة أربعة ادوار او دورين في المدن الجديده مثلا يقول لك دورين طيب الاي ار بيقول لك اعمل عماره فبتقول لا انا ملتزم بالاو اي ار الـ طيب ايه الاي اي ار اسيت انفورميشن ريكويرمنت اللي هو الراجل اللي بيشتغل في الفاسيلتي مانجمنت يقول لك بص عشان اشتغل صح انا محتاج الماتيريال الفلانيه فانا لازم التزم بالكلام بتاعه تمام طيب الاي اي ار فيها بعض النقط زي مثلا ليفل اوف ديتيل هل انت عايز التريننج ولا لا طريقه الشغل الكوردينيشن تمام يعني هو يقول لك ايه انا عايز كل شغل يجي لي زيرو كلاش تمام فخلاص يبقى انت مسؤول عنها ما تبعتلوش اللوح وهو يقولك كلاشات ويقولك لك ارجع لا لازم تديها له مثلا من غير كلاش حسب الاتفاق تمام البرامج اللي انت هتشتغل بيها تمام قدر هو مثلا قال لك انا عايز البيم يكون بالاركي كاد انا عندي كذا مشروع وكلهم شغالين بالاركي كاد انا عايز اركي كاد خلاص بتلتزم بيها تمام طيب طريقه تبادل المعلومات هتبقى ازاي؟ ال المسؤوليات كل واحد مسؤول عن ايه؟ ممكن تقول مثلا ايه اللي انا عايز اريح دماغي فاقول له ايه انا مش مسؤول عن كل الشركات دي اتعامل معاها الكونستراكشن هو مسؤول عن السبلاير ومسؤول عن المستشاري ومسؤول عن كل حاجه. تمام؟ طيب. طيب فدي خريطه مثلا الاي اي ار هي اللي بناء عليها هيتعمل مثلا البيمكشن بلان هي اللي من خلالها هنعمل الكومان داتا environment وهكذا بنبدا ننظم طريقه الشغل وطريقه التعامل. طيب. اي اتفضل ممكن بس الاي اي ار تاني اللي هي الاسيت اسيت انفورميشن ريكويرمنت يعني ايه يعني الراجل اللي هيشتغل في الفاسيلتي مانجمنت الراجل اللي هيشتغل في المشروع تمام بعد ما المشروع يخلص هو مسؤول اول ما المشروع هيتفتح مثلا فندق بدا يشتغل هو بقى مسؤول عن ادارته تمام فهو بيقول لك انا الماتيريال دي هتعمل لي مشاكل انا مش عايزها تمام فدي طريقه من اساليب الاداره ان احنا كلنا نعم أو. كصيانه وكده يعني ده ده جزء منها مثلا صيانه في مثلا موضوع ان القطع غير تتغير كل فتره تمام كل الحاجات دي هو بيبقى متطلبات هو مثلا يقول لك ايه نظام التكييف دوت متعب انا مش محتاجه لا انا محتاج مثلا تكييف مركزي انا محتاج الماركه ديت فلذلك رغم ان هو المفروض ان هو بيبدا لما المشروع يخلص لا انا من اول يوم بقول له تعالى خليك احضر الاجتماعات واطلب الحاجات اللي انت عايزها تمام م. كلنا شغالين وكلنا بن 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 بحرسين ان احنا نخلص المشروع كويس فمش عايزين بعد ما نعمل المشروع كله ونشتري الحاجات واحد يجي يقول لنا لا الحاجات دي غلط تمام طيب فاهم حاجه بالنسبه لنا الاي ار يكون مفهوم صح وواضح على اساس ان بناء عليه هيتبني حاجة كتير قوي هيتبني البيمكشن بلان هيتبني الام اي دي بي اللي هي الخريطه التسليم وهكذا تمام ف كل ما كل مرحله من مراحل الشغل بتاعتنا احنا نقسمه لمراحل فكل واحده فيهم بنبدا نركز على حاجات معينه تمام يعني في الاول خالص بنركز مثلا على ان نظم السي دي اي كومن داتا انفايرومنت نركز على الستاندر يكون موجود الموديل يكون موجود وهكذا طيب في حسب الكود البريطاني هو بيبدا يقسم الاستراتيجيات بتاعتك بريف مثلا وبعد ده في الزيرو مش مطلوب منك موديل بس مطلوب منك ان انت تبقى فاهم الاي اي ار كويس فاهم الموديل كويس وهكذا مش مطلوب منك في المرحله دي ان انت تقدم موديل او ان انت تقعد تعمل موديل لا تكون منظم الشغل بتاعك تمام وكون فاهم الخطوات بتاعتك وهكذا طيب لحد ما نوصل بقى لاخر مرحله اللي هي الهاند اوفر بتكون اهم حاجه بالنسبه لك ان انت تعمل ملف الكوبي مظبوط تعمل الاي في سي مظبوط تبقى شغال بيوني كلاس منظم الشغل بتاعك وهكذا طيب ال... 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 احنا كذا مره نتكلم على موضوع التشغيل لان التشغيل بيوفر كتير قوي لو انت عامل بيم مظبوط اثناء موضوع الديزاين اثناء الديزاين هتوفر مثلا جنيه اثناء تنفيذ الات وحاجات زي كده فتوفر 100 جنيه لو انت شغال في الاوبريشن هتوفر الاف لان المشروع هيقعد معاك 20 30 سنه تمام نعم طيب ده ده موضوع الايدو ده اللي هو الانترناشنال اورجانيزيشن اوف ستاندردايزيشن ده دول كتير طبعا شغاله فيه وهو اصلا لحاجات كتير قوي في الايزو للـ للـ للبرامج وايزو للاكل وايزو للنظافه وايزو كل حاجه جدا وخدمه ما بعد البيع والحاجات دي كلها فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي اغلب الدول بدات تتجه لموضوع الايزو يعني حتى بريطانيا نفسها بدات توقف الشغل في الأكود بتاعها وكل فريق بتاعها بقى موجود في موضوع الايزو صدر حتى الان ايزو 1950 جزء الاول والجزء التاني. المفروض بقى الثالث والرابع والخامس هيصدروا اه قريب ان شاء الله ده اليوكي خلاص خدوا الجزء الاول حطوه هنا خدوا الجزء الثاني حطوه هنا وبدا الناس تشتغل بيه ده دي الوثائق اللي بتاعه البيم ليفل 2 المفروض ان الجزء التاني والثالث دول خلاص موجودين هما دلوقتي في الكود الايزو ولسه بقى هيصدر لسه بقى الجزء الرابع اللي هو خاص بالكوبي والجزء الخامس اللي هو بالسكيورتي والجزء السادس اللي هو خاص بالهيلث اند سيفتي كل الحاجات دي هتعمل في الايسو يعني هم اتفقوا ان هم يعملوها بس لسه ما صدرتش من عندهم تمام نفس الاكواد هتبقى موجوده بس هيعدلوا طبعا الصور وبعض الحاجات البسيطه من سوى آه. ليفل 2 ده اللي هو يعني تعتبر نسخه جديده كده لا بص خلينا خلينا نشرح فكره ليفل 2 انا سعيد جدا انك تسال باشمهندس عمرو اه يا اه يا باشمهندس عمرو بص يا دكتور آه الليفل 1 يعني ان احنا بنشتغل آه بكود بس بنشتغل بالاوتوكاد وفي ليفل 0 وليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 تمام ليفل uh, زيرو ان احنا شغالين كاد وهكذا ليفل 1 بدانا نشتغل بيم بس مش كل الاقسام وفي مشاكل عندنا في مثلا الام بي بياخد بي الشغل كاد ويكمل عليها كاد وهكذا ليفل 2 كل الاقسام شغاله مع بعض بيم وعاملين لينك مع بعض ليفل 3 لسه ما وصل له بس هو المفروض ان هو يبقى فيه انتجريشن يعني الناس بتامل ان هو يبقى فيه برنامج واحد بتشتغل عليه البعد الثالث والرابع والخامس والسادس ويكون اونلاين ويعني حاطين فيه طموحات كتيره بس ايه الخطوط الاساسيه بتاعته؟ حتى الان مش واضح لان ما فيش ولا شركه وصلت لليفل 3 في محاولات كتيره للموضوع دوت بس حتى الان ما فيش حد قدر يقول ان احنا وصلنا لليفل 3 طيب الكود المصري <applause> <applause> نعم؟ واقف <applause> على سوفت وير مش فاكر حتى الان مش واضح الفكره بتاعته يعني هو مثلا دلوقتي بداوا في بعض الشركات تدمج حاجات مع بعض يعني يقول لك <applause> البرنامج بدل ما عنده 3 اربع برامج خلي برنامج واحد ويعمل الموضوع دوت بس أيوة. حتى الان ما فيش ورقه بتقول ان احنا وصلنا لليفل 3 او احنا خلاص عملنا اللي احنا عايزينه حتى الان يعني الناس تقول لك ايه ان هيبقى كله على ملف الاي اف سي ان انت تقدر تشتغل كل ببرامج مختلفه من غير ما تعمل تصدير واستيراد كل البرامج مثلا بتسيف على نفس الامتداد الاي اف سي يعني مثلا انا هشغل جزء من الحاجات على الاي اف سي واروح مكمل شغل عليه ببرنامج تاني حتى الان ما فيش حد يقدر يوصل الموضوع دوت طيب الكود المصري للبيم اللي هو دوت ده صدر في 2020 يعني لسه حديث ويعني صراحه كود مشكور وحاجه محترمه جدا وبالمناسبه في كود للاستدامه صدر برده من المركز القومي اللي الاسكان والبناء اسمه الهرم الاخضر جرين بيراميدز ده بيعمل ايه؟ ده بيقول لك ان انت لو اشتغلت بيم هتاخد نقطتين هو عباره عن نقط المفروض مثلا بتعمل 100 نقطه فلو عملت البيم اخدت نقطتين لو عملت البيم مع الاستدامه تاخد ثلاث نقط لو عملت البيم مع الاستدامه مع الفاسيرتي مانجمنت تاخد اربع نقط تمام فهو بيدعم البيم من خلال ان هو ايه بيدي نقط ده بقى الليفلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها ليفل زيرو انت شغال كات ليفل 1 شغال شويه حاجات 2 دي وحاجات 3 دي ليفل 2 انت شغال بم ليفل 3 هتلاقي كل الكلام مش واضح تمام يعني انا قريت أكواد كتيره جدا وسالت دكاتره كتيره جدا متخصصين في البيم برضه لسه حتى الان ما حدش يقول كلام واثق لان ما حد وصل لها تمام طيب ده ده ده, احنا دي الصوره دي من قلب الكود المصري تمام الكود المصري بيقول لك هو الورك بروجريس وبعد كده تروح للشيرد وبعد كده هتبعت للبابلش وكل فتره هتعمل اركايف ده اللي هو السي دي ده من الكود المصري هتلاقي كل الاكواد اصلا بتذكر نفس الحاجات يعني هي كل الاكواد بتشرح نفس الفكره فهي الفكره بس ايه ان بعض الاكواد مثلا بتخش تفاصيل اكثر في بعض الاكواد لا بيبقى صغيره يعني الكود الكوري انا طبعته كان كبير جدا مش عارف فاكر 500 ورقه حاجه زي كده في اكواد تانية بتبقى 20 30 صفحه بيقول لك بس ايه تعمل ايه اللي هي دول دول تمام هنا بيتكلم ان كل قسم من الاقسام في كل مرحله من المراحل ايه الحاجات اللي المفروض ان هو يعملها يعني المالك مثلا في المرحله ديت لسه كونسيبش... لسه بنحط الفكره نفسها بتاعت الديزاين فهو مطلوب ان هو يقول لنا ايه اللي مطلوب ويقول لنا مثلا التكلفه اللي هو عايزها والسكادول في مرحله السكيماتيك هيبدا يحط لنا لو عنده تعديلات او كذا يبدا يشوفها في مرحله مثلا كونستراكشن يبدا يتابع الكونستراكشن مرحله الاسبرت مش مطلوب منه حاجه في مرحله الفاسيلتي مانجمنت كل مرحله كل كل طرف من اطراف المشروع المفروض هو مطلوب منه ايه تمام دي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها برده موجوده برده في الكود المصري اللي هو الاو اي ار دي اساسي بالنسبه لنا وبعد كده الاي اي ار اللي هو الحاجات بتاعت الاسيت انفورميشن ريكويرمنت وبعد كده هنعمل من خلالها الموديل اللي هو الاي اي ام اللي هو الموديل اللي هيتشغل عليه احنا عندنا موديل اسمه بي اي ام اللي هو الموديل اللي اثناء الكونستراكشن ولما خلص الكونستراكشن ودخلنا في مرحله الاوبريشن بيبقى اسمه اسيت انفورميشن موديل اللي هو الموديل الخاص باداره معلومات المبنى اثناء التشغيل طيب في اي حد عنده اي سؤال نفتح باب الاسئله باشمهندس انا كان عايز اعرف هي الاكواد عموما زي اي اكواد بتاعت خرسانه او كده مش بنذاكرها احنا الفكره ان احنا بنظبط بيها الورك سيت في الاول صح كده في الشركه اه انت مش مطلوب منك تقعد تحفظ الاكواد بس في بعض النقط المعينه الاساسيه بالنسبه لك يعني حتى في كود مثلا خرسانه في ارقام معينه بتبقى مركز عليها قوي هي دي النقط مثلا اللي انت بتصورها وتحطها جنبك بحيث بعرف ان دي آه اللي نقدر نقول ايه الريكويرمنت اللي لازم تلتزم بيها مثلا في كود الحريق تمام. في مسافات معينه تمام كود الحريق آه كبير جدا لان في بي ايه بس في كام صفحه كده انت بتبدا تركز عليهم يعني هو الكود البريطاني مثلا في كام صفحه آه صور كده بنركز عليهم تمام طيب في اي حد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله؟ شكرا يا باشمهندس طيب بص يا سيدي الفاضل طيب بص ده الكود المصري بتاع البم وده زي ما بقول لكم اهتموا بيه. طيب لان هو لو البم بقى اجباري فده الكود ده الناس هتبدا تلتزم هتلتزم بيه. سريعا هنبص عليه ولو اي حد عنده اسئله برضه نبدا نخش فيها. طيب هو بدا هنا يذكر بعض المصطلحات يعني يقول لك ايه هو الاي اي ام؟ ايه هو الاي اي ار؟ ايه هو البي بي؟ ايه هو ال الكاد ايه هو السي دي اي الكوبي وهكذا بدا يقول لك الاختصارات بتاعتها وبعد كده بقى هو الكود المصري يعني ولا هو كان بينقل برده من الـ من الاكواد الثانيه؟ بص هو كل الاكواد بتنقل من بعض وده مش غلط هو وكلهم بيكتبوا ان احنا ناقلين من الكود دوت مش غلط ان انت تنقل من كود لان انت مش هتطلع من صفر وده علم يعني هو حتى مثلا كل الاكواد اللي في مصر وفي الخليج وفي منقوله لا اما من كود الامريكي لا اما من كود البريطاني بس بتتعدل حسب البلد نفسها طب ايه اللي هيخلي البيم مثلا يختلف من كود لكود آه طبيعه العقود في البلد طبيعة العقد في البلد يخليك اه تقول مثلا لا ده دي تبع الاستشاري دي تبع المقاول آه طبيعة التارجت الالزام يعني في امريكا ما ينفعش تلزم بس في امريكا بيلزم من خلال ايه؟ من خلال يقول لك ان ان تقريبا 90% من المشاريع مع الحكومه فلو انت عايز تاخد مشروع من الحكومه لازم تعمله بيم بس ما يقدرش يقول ان انا مش هديك المياه والكهرباء غير لو عملت بام لا هناك يحسوا كده ان في اهانه او في حاجه غلط فهو بيخليها من خلال لو انت كمقاول عايز تاخد المشروع اعمله لي بيم طيب هنلاقي عندنا مثلا هنا بيقول لك المراحل بتاعة المشروع فبيقول لك انت البيم لازم يبدا من أول مرحلة لآخر مرحلة في بروجكت انفورميشن موديل من أول البروجرامينج لحد الكونستراكشن ده الموديل ده اسمه بروجكت انفورميشن موديل إنما في المرحلة اللي هي بتاعة الأوبريشن بيبقى اسمه أسيت انفورميشن موديل تمام طول ما أنت شغال عمال تحط معلومات كل مرحلة منهم بتزود معلومات لحد ما توصل للأوبريشن هي نفس المعلومة بتاعة المبنى ثابتة ونادرا لما بتتغير يعني مثلا كسرت حيطة فتحت حيطة على حيطة وهكذا بتبدا تعدل فيها هنا بقى مش البروجرامنج ايه هنا البروجرامنج هو حاجه دايناميك سكريبت ولا لا 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 هي الاسم خادع شويه البروجرامنج يعني لسه بتفكر في المشروع هيتعمل ازاي اول مرحله نعم زي بريديزاين او حاجه زين. زي اه زي بريديزاين يعني انت لسه بتفكر في في, في, في الفكره نفسها تمام تمام طيب هنا بيتكلم على ال اهي اللي هي الليفل زيرو وليفل وان ليفل تو ليفل 3 اللي احنا لسه متكلمين فيها او كل واحده فيهم بيقولك استخدامات البيم فبيقولك انت ممكن البيم مثلا تستخدمه ك انتليجنت موديل ممكن تستخدمه مثلا في ان انت تعمل استدامه ممكن تستخدمه في ان انت تتوقع بالمعلومات في تتحكم في الوقت في الكوست في الاستدامه في الفاسيلتي مانجمنت دي كلها استخدامات للبيم وبعد كده الكلام على كومان داتا انفيرومنت ده دا اللي احنا شفناه ومش كود مش موجود في الكلام دوت فمحدش يقول ان الكود المصري مسروق من الكود دوت لا كل الاكواد نفس الفكره لانهم كلهم درسوا نفس العلم يعني مش هتلاقي مثلا في كود الخرسانه آه بلد هتتكلم عن حاجه والبلد الثانيه هتقول لا انا يعني عكس الكلام لا بتلاقي كله بيختلف بس اختلاف الارقام فانا عندي هنا وورك اند وعندي الشيرت هو حتى هو من الامانه العلميه كاتب ان هو البي اس 292 لإن يعني اللي عمل الكود المصري دكاترة على قدر كبير جدا من المهنية والاحترام وناس اساتذتي كلهم فاعتقد ان في اخر صفحة هنلاقي الاسم بتاعهم ورك ان بروجرس الشيرد الببلش الاركايف تمام فهو بيتكلم على طريقة الشغل وطريقة التسمية احنا قبل كده مثلا في الشركة عندنا كنت شغال في احد الشركات وقلنا لا احنا ده كده كل شويه ناخد من الورك اون بروجرس ونحط في الشيرد ما نخلي كل الناس تشتغل على الورك اون بروجرس وكلهم يشوفوا بعض والغي الشيرد فقعدنا نتناقش فيها كتير يعني كذا يوم في الاخر شفنا ان هي كده صح يعني على اساس ان ما يحصلش مشاكل ان واحد يشتغل على حاجه وهي لسه مش خلصانه احنا بقى بناخد الشغل من الورك اون بروجرس نحطه في الشيرد ممكن مثلا مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع حسب مده المشروع تمام طيب بيتكلم بقى موضوع الكولابريشن موضوع تقسيم الموديل بتاع البام ممكن يكون الموديل مثلا تقيل فتبدا تقسمه موضوع الكود اللي انت تسميه مثلا عندك الموديل في الاول المفروض بقى مجرد تشوف خلاص تعرفت مثلا ان الام دي اختصار كذا ان اول ما اشوف مثلا ام 200 يبقى ده ايشو فور ريفيو 250 تبقى فور ابروفد طول ما انت شغال بالكود هتلاقي ان انت خلاص فهمت المشروع بمجرد انت تشوف الاسامي من بره هو بقى بيشرح لك فكره الالو دي المراحل بتاعت الالو دي ليفل اوف ديفلوبمنت في اول مرحله اللي هي ال 100 دي الكونسبت المرحله 200 اسكيماتيك ديتيل ديزاين 350 400 500 اللي هي الاسبلت وفي 600 بس مش هتلاقي في كل الاكواد اللي هي خاصه بالفاسيلتي مانجمنت تمام اه بيقول لك مثلا الالو دي 100 بحط الحاجه بس بقول له ايه ما تقيسي يعني دي شكل بس او كده لحد ما نتفق ال 200 بتبدا بيبقى فيه سايز شويه ال 300 بنبدا نحط بعض التفاصيل ال 350 بنشوف الحاجات هتركب ازاي ال 400 بحط كل المعلومات اللي تساعد المهندس بتاع الموقع ان هو يشتغل من غير ما يسال هتتركب ازاي او كده ال 500 ده اسبلت يعني اللي متنفس في الموقع هو اللي انا ببدا اعمله طيب الدليفربل بنبدا نتفق دي برضه من ضمن النقط اللي ممكن تعمل كتير قوي الورق مكلف انت مثلا ممكن يكون عندك في المشروع انا شغال مثلا في مشروع كان عدد الورق تقريبا 30000 30000 ورقه اي اي 1 لو قلنا ورقه الاي 1 مثلا بتطبع مثلا ب 10 جنيه فانت دخلت في مبلغ 300000 حاجه زي كده وممكن يطلب منك مثلا خمس نسخ او نسخ او اربع نسخ فانت ممكن تبقى تكلفه الطباعه مليون جنيه تمام فلو انا اختلفنا لا انت بعت لي انت بعت لي بي دي اف انا عايز الورق مطبوع انا لازم بشغل الطباعة على مين دي نقطة لازم تتحط في قلب العقد او في قلب البيمك شيب بلان تمام الطباعة على مين طب الحاجات اللي هي المعمولة هتبعتها لي كاد ولا تبعتها لي بي دي اف في واحد يقول لك انا بعتها لك بي دي اف طب انا عايز كاد يقول لك خد الموديل اعمل اكسبورت منه فتلاقي بنفسك بيجيلك لك ارهاق فلازم تكون متفق ايه الحاجة اللي انت هتاخدها منه تمام بدل من كل شويه تلاقي في اختلافات لا ده مش هو ده اللي احنا متفقين عليه قطع العقد والحاجات دي كلها طب هنا بيتكلم على الفيزز بتاعت المشروع عشان هو الكود برضو بيفيد لو حصل خلاف والخلاف ده وصل للمحكمه فالمحكمه بتحكم بقى بالكود ده اه بس لازم يكون انت كاتب ان انا ملتزم بالكود الفلاني يعني نص سطر كده تقول لو حصل خلاف انا ملتزم بالكود دوت فأنا موافق عليه او موافق عليه يعني احنا مثلا في كل كودة اللي احنا بنعملها بقول له ايه ال او دي انا شفت مثلا ناس كاتبه البيمكشن بلان ال 50 صفحه فيه ال او دي لا انا بكتب نص سطر انا هروح لل او دي فورم وده اللي ده اشهر كتاب في موضوع ال في موضوع ال او دي ده ده موجود في الكود الامريكي او جزء من الكود الامريكي والبريطاني معتمد عليه والسوري معتمد عليه فانا بقول له روح لل او دي فورم لما نيجي نتكلم بقى على الليارات انت ممكن تعمل مثلا 30 صفحه تتكلم على الليارات لا انا ممكن اقول له روح للكود مثلا اللي هو بتاع بي اس 2007 خلاص خلصت بس لو انت ما قلتش طب احنا دلوقتي موجودين في مصر هنروح للكود الامريكي ولا البريطاني ولا السنغافوري ولا 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 فالاحسن ان انت تكتبها تمام؟ فدي هي دي الفكره طيب ده اللي بيتكلم بقى عن بلان نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت تمام طيب هنا ده ملخص لبعض المصطلحات تمام طيب. كده كده يعتبر خلصنا موضوع الكود هو محتاج ان انت تقراه مرة واحدة تمام طيب. ولو في اي مشكله نتكلم فيها لو في اي حد عنده مشكله فيها ونبدا ان شاء الله نحلها وبعد كده تبقى جنبك لو انت زنت في حاجه تبدا تشتغل بيها انت ممكن بقى تعمل ستاندرد ستاندرد ده بيبقى خاص بالشركه يعني تتفقوا على بعض الاختصارات او بعض الحاجات اللي هتشتغلوا بيها وممكن تعمل ورك فلو تقول مثلا اللي هيشتغل في كذا يعمل كذا نبدا ننظم طريقه الشغل بتاعنا بتاعتنا تمام طيب في اي اسئله اي اسئله تمام مش مهندس شكرا جزيلا الله يكرم استاذنا في حد عنده اسئله؟ هو انا ماشي بس هو بس في حاجه انا مش عارفه بتعمل ازاي يعني اللي هو الجزء بتاع الفولدرز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول انت هسيبها للاخر يعني هي الفولدرز اتفضل اه اتفضل كمل ماشي هي الفولدرز دي الشركه مثلا بتعملها او حد بي يعني حد بيعملها والمهندسين كلهم بيقدروا يطلعوا عليها؟ هو انا أه مش فاهمه ازاي بتتعمل. طيب بص بص يا باشمهندس دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ انا دلوقتي باجي بعمل فولدر باسم المشروع، اسم المشروع مثلا مثلا الاهرامات. تمام الاهرامات. تمام؟ طيب. مم. ببدا اعمل ثلاث فولدرات، فولدر ورك ان بروجريس وفولدر شيرد. ورك ان بروجريس ببدا اعمل اخد الملف بتاعي اعمله هو انا فاهمه يعني انا فهمت ازاي حضرتك عملته على اللاب يعني قصدي على 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 الشاشه يعني يعني مهم يعني انا مش فاهمه ازاي هم يقدروا يدخلوا عليه من عندهم مثلا ولا حضرتك اللي بترفع لهم الحاجه بعدها انا مش دي النقطه اللي انا مفاعدها. برفع لمين بس برفع لمين عشان بس ايه يعني للمهندسين التانيين يعني عشان يشوفوا الشغل مش هو احنا بنرفع شغل على الفق على القدرات دي وبيبقى في حد بيقدر ينظم ينظم ما بين المهندسين كلهم اللي شغالين في كذا قسم صح؟ اه مظبوط مظبوط هو الفكره كلها تمام هم بقى ازاي بيوصلوا للفولدر ده؟ يعني هو الفو هو الفولدر موجود على الشبكه فولدر عادي على الديسكتوب اه فولدر فولدر موجود على شبكة فولدر موجود على شبكة يعني انا عندي مثلا شبكه بتاعت مثلا اسمها او مثلا تمام انا انا مسمي فعلا الشبكه بتاعت الشغل بتاعنا او بتاعت الشركه انا شغال فيها او اختصار عمر بس يعني انا قايل لهم ان اوبريشن تمام طيب بعمل ايه فولدر وبسميه اسم المشروع جوه المشروع ده بسمي اه وركن بروجريس وبسمي اه شيرت وبسمي بابلش وبسمي وفي فولدرات ثانيه بسميها مثلا في فولدر اسمه ان يعني الملفات اللي لسه جايه من بره ولسه هبدا اشوفها بسميها ان وببدا بعد كده ايه اه فولدر مثلا وركن بروجريس ببدا احط جواه ملف ريفيد من تمبليت يعني ايه انا دلوقتي مثلا هبدا اشتغل على المشروع دوت بعمل له فايل سيف اس على الملف دوت بعمل كري... خلينا نبدا مشروع جديد هقول له فايل نيو بروجكت تمام واختار التمبليت اللي انا شغال بيه طبعا كله هنا معماري فاختار مترك اركتكتشر واقول له اوكي كده انا ببدا مشروع جديد تمام تمام المشروع الجديد دوت هيبقى فاضي خالص عشان الناس تبدا احنا بنبدا مشروع جديد هسيبه بقى في الفولدر م. اللي اسمه ورك ان بروجرس اقول له فايل سيف از ورك ان بروجرس هقول له على مثلا الشبكه اسمه ورك ان بروجرس اه تمام طيب. طيب بعد ما سيفت فورك ان بروجرس هبدا اسحب اللينكات اللي موجوده في الشيرد طيب؟ تمام هقول له ايه انسرت لينك ريفت واسحب الملف من الوركم بروجرس اروح هنا من الشيرد اسف من الشيرد تمام طيب؟ ابدا اسحب الملف من الشيرد تمام طيب؟ وهو نفس الشخص اللي هو الشخص بتاع الانشائي هيعمل التمبليت بتاعه ويعمل الشغل بتاعه ويبدا يشتغل ولما يوصل لضربة حلوه يبدا يحطه على الشيرت ويبدا يسحب الملف المعماري بتاعي اللي موجود على الشيرت تمام؟ بشمهندس هو قصدي حضرتك ان الشبكه دي اللي هي بتبقى الاوف هي كاني عامل فايل درايف كده بس هو من غير انترنت وهو من خلال سيرفر في الشركه بقى كل الناس ما اه لو انا لو احنا آه شركه واحده لو احنا شركة شركة كلنا شغالين في نفس المكان كلنا مثلا في القاهرة أو في اسكندرية وكلنا في نفس المكان ممكن نشتغل كلنا على نفس السيرفر طيب لو في مشاكل في الموضوع دوت ممكن نشتغل على نفس السيرفر بس بنعمل حاجة اسمها في بي إن تمام أهو ده اسمه في أنا شوية بصراحة لا هو هو الموضوع بسيط الموضوع بسيط أنا ممكن أبعت لكم في فيديو فيه شرح الموضوع ده بالتفصيل تمام آه يساعد الفكرة بس هي الفكرة كلها زي ما بقول لحضرتك أنا دلوقتي بعمل فولدر فاضي خالص اسمه ورك ان بروجريس وبسيب فيه الملف بتاعي فاضي وبعد كده ببدا اشتغل عليه لما يوصل شغل كويس ينفع الناس تكمل شغل عليه باخده كوبي واروح حاطه في في قلب الببلش ليه اللي ممكن يكون لسه مثلا ما ظبطتش الاكسات ما ظبطتش الليفلات وانا شغال مثلا بلاقي السلم مثلا عمل معايا فبضطر ان انا اعلي الليفل 10 سم انزله 10 سم فبناء عليه ممكن اكون اكونش لسه خلاص الشغل فانا انا بستنى لما شغل يبقى ثابت ومتوافق عليه وابدا احطه في قلب الببلش تمام هو كل الفولدرات دي متصله ما بين ما بين المهندسين كلهم عن طريق الشبكه او الحاجه السيرفر هو اه بيبقى فيه في على الشبكه نفسها بيبقى حاطط فولدر اسم المشروع وجوه المشروع دوت بحط الورك ان والشيرد ونبدا الناس تشتغل فيها مين. تمام طيب يعني ايه الاستدامه حضرتك قلتها كتير بس مش فاهم المقصود بيها طيب موضوع الاستدامه هي باللغه العربيه استدامه يعني دوام الحاجه بمعنى ايه الاستدامه هي موضوع السستينابيلتي هي موضوع الجرين او جرين بيلدينج او ان انا اعمل حاجه صديقه للبيئه تمام طيب. فموضوع ان انا نعمل حاجه استدامه مثلا المبنى يعني ايه مبنى مستدام معنا مبنى المستدام نقط كتيره جدا منها يقلل استهلاك الكهرباء انا وانا بصمم بعض اغير اتجاه المبنى واغير الفتحات بحيث ان في النهار ما استهلكش كهرباء كتير البلامنج فيكتشر او الحاجات اللي بتستخدم في الحمامات والمطابخ تكون بتوفر ميه يعني بدل ما بترش ميه كتير ضخ كتير بيبقى فيه زي رصاص فانا كده بقلل استهلاك الميه تمام زي ان انا استهل مثلا حتى الخرسانة، الانشاء يقول لك الانشاء ملوش في الاستدامه يعني تلاقي ناس كثيره تقول كده لا بس هو اختيار المواد الخام اللي هي ما بتطلعش كربون واللي مش مضره للبيئه ده نوع من انواع الاستدامه ان هو يستخدم مواد مفيده للبيئه مش مضره تمام لو احنا قلنا افضل مباني في الاستدامه هي المباني القديمه المباني اللي هي بتوب الني دي دي قويه جدا في موضوع الاستدامه بالذات لما يكون الحوائط سميكه فما بتدخلش يعني ايه دي بقى الجو بره حر جدا وجوه الجو حلو جدا ليه الحوائط سميكه فعامل فاليو ما بينقلش الحراره بسهوله تمام فتبقى انت قاعد طول اليوم ومستريح ومش مشغل تكييف فانت وفرت استهلاك التكييف، التكييف ده تقريبا 60% من تكلفه الطاقه تمام فبدل ما الفاتوره مثلا هتجيلك مثلا 300 جنيه لا هتجيلك مثلا 50 جنيه فانت كده وفرت على مدى الحياه تمام فدي فكره موضوع الاستدامه جميله جدا جدا موضوع الاستدامه يا ريت كل الناس تهتم بيها ان مش لازم تاخد شهاده الليد يعني انا مش ببيع لكم حاجه مش لازم تاخد شات ليد مش لازم المبنى ياخد شات ليد بس لازم وانت بتفكر يكون في دماغك الانسان ان الراجل اللي يقعد في المكان دوت يكون مستريح وما يكونش فيه ضرر للبيئه وما يكونش فيه استهلاك تمام دي فكره الاستدامه تمام ايه الاسئله تاني؟ في اي اسئله؟ مش منصح حضرتك تنصحنا واحنا شغالين في الكليه مثلا او كده برضه نبقى عاملين زي ستاندرد لنفسنا كده في التسميات وفي الفايل في الورك سيت وفي الحاجات دي طيب بص يا سيدي الفاضل انت وانتوا شغالين ممكن بعد ما تشتغل فتره تفاجئ بان في لخبطه انت مش عارف اصلا اخر حاجه انت اشتغلت بيها ايه تمام يعني ده الملف ده ولا ده انا واحد فيهم الاخير فاضطر تفتحهم وضيع وقت تقريبا 60% من الوقت بيضيع في حكايه انا ملف اللي المفروض اشتغل عليه فالافضل ان انت تشتغل بالستاندرد عود نفسك ان انت تشتغل بالستاندرد يعني ما تقعدش تعمل ايه هنسميها اسم إيه وخلاص لا لا دي لازم نتعود على طريقه تسميه معينه طريقه يعني انا بلاقي ناس مثلا سمي البيزمنت 001 بعد كده هو بيدور على حاجه ما يلاقيهاش انما لو هو سميها مثلا زي ما كود بيقول مثلا ان البيزمنت هيبدا بحرف البي وحسب هو بي 01 او 02 حسب هو رقم كام وكده هتلاقي نفسك مستريح جدا في الشغل لو انت عودت نفسك على طريقه الشغل بالكود هتلاقي نفسك اسهل يعني الناس عامله الكود مش عشان يعاقبوا الناس هو بيحاول يسهل عليك فانا ساعات مثلا ببقى شغال لوحدي في المشروع لوحدي يعني مش تفرق بقى كود ولا مش كود وبتلاقي عامل سنترال فايل ولوكال فايل وماشي بالستاندرد وشغال عليها رغم ان انا شغال لوحدي بس ده بيسهل لي الشغل وبيعمل لي تنظيم وبيعمل لي حاجات كويسه جدا فحاول مم. من دلوقتي ان انت تشتغل ان شاء الله حضرتك تنصحنا بأنهي كود نبص فيه يكون حاجة مش معقدة مثلا؟ والله بص هو كود مصر طبعا أساسي الكود السنافوري أنا بحب جدا جدا الكود السنافوري انا شرحته في بيما أكتر من مرة بالتفصيل يعني المعماري والإنشاء والكهروميكانيكال وإزاي نبدأ نشتغل عليه وهو كود منظم جدا وبيديك أمثلة عملية وفي صور واضحة جدا يعني آه مش بيتكلم كلام نظري لا بيتكلم ازاي تشتغل فعلا في البرامج هتلاقي مثلا شرح لك آه وعن وجايب تمبليت في تمبليت بيتحمله من قلب السنافوره وسنافوره صراحه متقدمه جدا في مجال البيم يعني من الناس اللي كل شويه في تطورات ومؤتمرات وحاجات زي كده تمام جدا آه في تم اي تم ايه تم جدا. ايوه عشان ان ممكن يبقى الامبلوير يطلب مثلا ان يبقى باركيكاد او بتكل او كده فانا آه. مضطر التزم بيه فهل انا المفروض مثلا في ثلاثه اربعه سوفت وير بيشتغلوا بيهم بيشتغل ان انا ابقى ملم بيهم كلهم لا. آه. ممكن يضيع عليا عشان انا مش بشتغل تكله مثلا مش عمر مرمانسي في ايه؟ لا انا ما ماشي. طيب بص ده فضل دلوقتي البرامج كتيرة جدا تمام وممكن تلاقي في برنامج أقوى من برنامج وحاجات زي كده أنا عن نفسي بشتغل بالشركة شغالة بيه يعني لو رحت شركة ولقيتها شغالة بالأرك كاد هشتغل بالأرك كاد طوالي عنديش أي مشكلة في كده انت دلوقتي لو دورت في السوق هتلاقي المطلوب أكتر الريفت مش معنى كده إن الريفت هو الطب بس معنى كده إن الشركات سمعت عنه وشغالة بيه و... و... آه ممكن يكون الشركات اللي موجوده متع... ما سمعش ان فيهم نفس تمام يعني الاوتوكاد في بدائل كتير قوي حد يعرف بديل للاوتوكاد برنامج ممكن يغنينا عن الاوتوكاد تمام اهو هتلاقي يعني لو قلنا مثلا بديل للمايكروسوفت اوفيس حد يعرف بديل لمايكروسوفت اوفيس طيب الويندوز الويندوز في بدائل كتير اي اوبشنز عامل اتفضل اه الويندوز ليه ماك وليه آه ايوه الحاجات الثانيه اللي هي بتبقى برمجه لينكس الـ ايه اه وهكذا طيب يا باشمهندس محمود اتفضل طيب الفكره ان ان الشركات قدرت تقنع ان ما فيش بديل ليها انما لا في بديل كتير للريفت والحاجات دي كلها انت بتشغل بايه بتشتغل باللي مطلوب في السوق انا لما دخلت على لينكد ان وعملت سيرش لقيت ان المطلوب اكتر الريفت فركزت على الريفت لو اي برنامج صدر جديد هتلاقيني على طول دخلت اتعلمته وهكذا ممكن انا مثلا يكون في مشروع مثلا كان في في مدينه مصدر مثلا قال لك هنشتغل ب مايكرو ستيشن وهنشتغل بالايكو سيم والحاجات ديت في الامارات ده مشروع حقيقي ما اشتغلوش برمجه تانيه خلاص انا لو رحت المشروع ده هشتغل بيه ما دمت اتعلمت صح مش مجرد حفظت زراير لا عرفت الفكره بتاعت الكود وعملت كام مشروع بايديك وفهمت البرنامج بيشتغل ازاي او فكره البيم فكره البيم الفكره نفسها بتاعت البيم هتلاقي نفسك تقدر تشتغل على اي برنامج تاني تمام <applause> يعني هتلاقيني مثلا انا شرحت مثلا كاد وشرحت ال سيم وشرحت برامج كتير جدا بيم وقول بلان وحاجات كتير قوي مجرد ان انا عرفت برنامج خلاص بس اتعلمت الفكره نفسها وفهمت الفكره نفسها سهل ان انا افهم اي برنامج تاني لما اتعلمت نفس ورك سهل ان انا اتعلم اي برنامج تاني هل مطلوب مني ان اعرف كل البرامج دي؟ لا مش مطلوب مني ان اعرف كل البرامج دي انت مطلوب منك تعرف برنامج واحد بقوه تشتغل بيه تمام؟ لو وبعد كده في برامج تانيه بتكمل يعني انت مثلا عرفت تشغل ريفت وشايف ان الريندر فيه مثلا 90% عايز توصل ريندر حلو قوي بتاخد جنبي مثلا برنامج زي اليومن برنامج زي اه توين موشن ممكن تاخد 3 دي ماكس الجزء بتاع الريندر بس ما تخشش في 3 دي ماكس كله ولا هتوه تمام طيب في حد بيسال في الشات هو برامج ايه اللي اعرفها عشان تعمل الشغل كله اه مش مطلوب مني ان انا اعمل الشغل كله مطلوب مني الشغل طالب مني ايه يعني انا دلوقتي لو باب... ايوه اتفضلي انا ما لحقتش اكمل المسج بس انا اقصد يعني لما كنا بنشتغل كاد مثلا بعد ما نخلص الكاد بنشتغل سيف او ساب وهكذا ايتابس فبندي يعني كل برنامج بيدي للتاني لحد ما بخلص اللي انا عايزاه يعني تمام بقى يعني ده طيب انت انت سؤال جميل سأكمل. لا لا انت حضرتك مثلاً انشائي اه مظبوط اه سيب طيب هو دلوقتي انا نفس اللي انت عملتيه هتعمليه برضه هنا بس الفكره كلها لو انا اشتغلت مثلا على الريفت وبعت شغل للساب انا مش هبدا ارسم من اول جديد يعني انا لما باخد الشغل من الاوتوكاد واروح للساب ما بيبقاش فاهم فبضطر ابذل جهد كبير عشان افهمه العمود ده ايه والعمود ده ايه باخد جهد عشان احط الشغل بتاعي هناك هو بيلاقي كل المعلومات يعني انا ممكن ادخل على الساب ادوس مثلا على زرارين ثلاثه خلاص يروح مطلع لي النتيجه ما ببذلش معاه جهد ان انا افهمه ان ده عمود لا هو فاهم ان ده عمود التحديثات بتاعت الساب الاخيره خلاص هو بدا يفهم مثلا في في برنامج اسمه روبوت تمام ده بيبقى موجود مع الريفت بقول له صدر للروبوت يخش على الروبوت تلاقيه خلاص مش محتاج حاجه خالص اقدر اشتغل عليه على طول اطلع النتيجه على طول فوفر لي 90% من الوقت اللي انا كنت بضيعه على الساب و 90% من الوقت اللي انا كنت بضيعه على الروبوت لان هو على طول بياخد الحاجه يديني النتيجه على طول عكس الكاد الكاد اللي يعرفه ان الخط ده حيطه ولا عمود الحاجه الوحيده اللي تعرفه الفرق بين دو ده وده مفيش هو انا اعرف من خلال اللير انما كبرنامج ما يعرفش فنفس الخطوات او نفس البرامج اللي كنت بشتغل عليها هي نفس البرامج ديت هتلاقي نفس الساب شغال برده مع الريفت الـ 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 كل برامج السي اس اي شغاله برده مع الريفت بدون امشي خالص تاخد شغل جاهز وتبدا تطلع النتيجه على طول وبرامج الريفت والبرامج دي بيبقى فيها برده جزء من الحاجات بتاعت التحليل الانشائي وجزء بتاع الـ الـ التسليح الحاجات دي كلها بس الافضل ادريش العش للخبازه خد الشغل من الريفت دخله برنامج متخصص تحليل انشائي عشان نطلع نتيجه افضل يعني واضح؟ طيب في اي اسئله ثانيه؟ بالشرط اللي احنا قلناه النهارده لو اي حد عنده سؤال في البيم او خارج البيم او في الشغل او في اي حاجه يعني اخوات نقدر نجاوب عليها ان شاء الله من خبرة حضرتك هو الأفضل كخريج جديد إني أشتغل في شركة كبيرة لو جالي فرصة يعني اسم كبير ولا إني أشتغل في شركة صغيرة بس يكونوا بياخدوا يعني أشوف فيها مراحل المشروع كله هشتغل فيها كل طيب آه بص انا انا بفضل ان انت في الاول كده اول كام شهر تنزل آه آه شغل مقاولات عشان تشوف الحاجه بعينيك تمام وبعد كده اي فرصه تجيلك روحها يعني سواء دي لك او دي جاتلك روح واحدة فيهم لو آه لك الاثنين في نفس الوقت تمام ابدا اعمل جدول مقارنه ابدا اعمل جدول مقارنه بالمزايا والعيوب ممكن تكون واحده فيهم يعني اهم حاجات في المقارنه آه الفلوس، الخبرة، الراحة النفسية، تمام؟ الراحة النفسية دي بيدخل فيها مثلا آه قريب من البيت ولا مش من البيت، آه الناس اللي هناك مثلا تعرفهم ولا متعرفهمش وهكذا. فالماديات دي مهمة جدا آه والأهم منها الخبرة، تمام؟ أنا ممكن أسيب مكان اشتغلت فيه لأن بقالي مثلا ست شهور ما ما اتعلمتش حاجه جديده يعني انا كل شويه مثلا ببص على السي في بتاعي هل هضيف لي حاجه السنه اللي فاتت دي ضفت حاجه ولا ما ضفتش لو انا ما ضفتش حاجه للسي في يبقى انا بضيع وقت انا لازم كل ست شهور كل سنه اكون ضفت حاجه جديده اتعلمت حاجه جديده عملت مشروع جديد عملت حاجه جديده انما اعرف ناس مثلا يقول لك ايه آه احنا عايزين حاجه احنا مستريحين فيها حافظينها واللي نعرفه احسن ما نعرفوش انا بعرف اشتغل البرنامج الفلاني بها هكمل فيه مثلا عارف الاوتوكاد خلاص مش هيتعلم حاجه تاني عارف الريفت هو اسطوره له مثلا 20 سنه بيشتغل اوتوكاد او بيشتغل ريفت او بيشتغل سكتش اب ومش عايز يعرف حاجه جديده مره واحده ممكن الحاجه دي تقف في السوق او الحاجه دي ميبقاش ليها اهميه فعشان كده لك طور نفسك كل شويه اقعد اقول لا انا اتقنت دي بقال لي مثلا سنه بشتغل الحاجه دي وحفظتها خلينا نخش على حاجه تانيه لو جات لك الاثنين تمام آه شوف اللي هتاخد منه خبره يعني ده هتاخد منه خبره ولا دوت ممكن تكون انت مثلا آه المكتب بيشتغل في حاجه مخصصه قوي انت محتاجها مثلا واحد مثلا عايز يشتغل في الانتيريو ديزاين خلاص هيبدا يختار الانتيريو ديزاين واحد تاني عايز يشتغل مثلا في في تشطيبات هكذا بس حاول ان انت تنزل موقع حتى لو في الاجازه حتى في التدريب بحيث ان انت تبقى شايف حاجه بعينيك فتقدر آه تتعامل معاها قبل موضوع التصميم تمام جدا طيب ايه تاني في اي حد عنده اسئله طيب خلاص ما لو مفيش اي حد عنده اسئله يعني شكرا على الحضور وربنا يكرمكم ويوفقكم ونتمنى لكم الخير دايما والف شكر لكم ولو حد عنده اسئله يبعتها للشباب وان شاء الله نحاول نجاوب عليها باذن الله نشكر جدا باشمهندس عمر الف شكر حضرتك ألف زي شكر ما عودنا السيشن بتاعته عظيمه كالعاده لكن. ودلوقتي معانا سيشن في السوفت سكيلز وبعنوان التيم